هكذا احتفلنا بعيد العمال في مساحة من الفرح والحرية قد لا يجدنها في عملهن اليومي. عاملات أجنبيات من مختلف الجنسيات شاركنا في مهرجان الثقافة للعمال الأجانب الذي نظمته مجموعة من الجمعيات اللبنانية في منطقة الحمرة ضمن نشاطات تمتد على 3 أيام للاحتفال بعيد العمال. لنفرجي الوجه الآخر للهجرة، إنه هالبلدين عندها حضاراتها وعندها ثقافاتها كرمال يتعرفوا العالم على الوجه الثاني تبعهم. مأكولات، أشغال يدوية وملابس تمثل مختلف البلدان والثقافات سوقتها العاملات. It's not for the benefit, it's not for the money, it's for the enjoyment, you know, like you feel like you are at home, at least you feel free to move. شي بيسلينا إنه نحن كل الوقت مضغوط بالشغل، عم نفرجي للعالم يعني عم نفرجي بلدنا كيف عندها عادات حلو، تياب عندنا خاص حلو. وكان في المهرجان تحضير اللافتات لمسيرة يوم الأحد، مسيرة لمناهضة نظام الكفالة وللمطالبة بحقوق العاملات الأجنبيات التي تنتهك يومياً.